مرحبا. عارف سنان حميد، انتو شعدكم هنا؟ لو رجعتوا لشغل التاكسي. فك في الخاطر الله، انا زوجي ضايع وانت وين تحكين؟ ها اي رجل من الضايع، ها شو تقولين انت؟ ها اوي نعمان، خير نصيبنا ماكو مختفي، ماكو اي خبر عنه، نخابره بس ما يرد على التليفون، ما ندري وينه. اقولكم هذا خيري الاثول الهسه مستمر اخاف بالشقة ما الصبح. يا شقة هذا وخابر باللاسلكي على اساس خاطفيه ما اعرف شنو، بس احنا ما صدقنا وعفناه هيك حفظنا دروبه. اوي نعمان بلكت مو شقة، انتي ما عرفتي نسيبك بعد بهاليومين صفية. ها تليفون. الو تفضلوا تاكسي لمان. تفضل سيدي. اي اي هاي السيارة مالتنا. اي اي تابعة لنا هذه مالتنا. وين وين لقيتوها؟ تمام سيدي تمام هسه جايين. خير عم نوري شكو ايش صاير؟ شايفين التاكسي مال خيري بالغابة هناك شامريها هناك. اويلي باعو اثاري عمو خيري ما يتشاقى طلع يحكي صدق. شنو يعني من صدق خطفوه؟ ماذا اصدق يعني، زوجي الاول انهزم من البيت وزوجي الثاني انخطف، انا ليش يجي حظي ما ادري، ليش يجي يصير، ليش انا ليش حظي؟ دوك في بنتي شبيك لطمتي على الرجال من هسه؟ دهجع شويه شبيك. هذا الصبح مو كان يقول هاي المنطقة ما أعرف شو اسمها، وين كان يقول؟ قال الأساس على طريق الغابات تقريبا 7 كيلومترات. يلا خلي نروح. إيه يلا يلا.